كفتة أو كباب الخشخاش. شوية ملح، زيت زيتون، نشوية بالفرن، نفرم البصل، فلفل حار، شوية بقدونس. أطيب لحم للكفتة غنم مفرومة ناعم فيها دهن، بصل وبقدونس، حطيت رشة ملح، فلفل أسود، 7 بهارات خفيفة. أنا ما عندي لحمة غنم فحطيت العجل، نخلطها كتير منيح بهالطريقة. شوية زبدة ونشويها بالفرن. لو اللحمة غنم طبعا ما ترشوا زبدة، أنا رشيت لأن لحمة عجل. بصل، بقدونس، سمنة، شوية زيت زيتون، عصرة ليمون، رشة ملح وفلفل أسود. بينحط تحت خبز صاج، سميك أو تنور، أنا عندي البراتو، استخدمت البراتو. فحمة وحط عليها شوية زيت بس تستوي الكفتة، ثواني ومنطفي. خبز سخن، بندورة المشوية، كفتة المشوية، بقدونس والبصل.